حبيت فقط تعقيب صغير كما ترى سمعنا مدام مريم سامبلومون خاطر انت قلت قبليك متشائم. انا في الحقيقه مانيش متشائم، انا مستاء ومتحير على سؤال واحد. ساعات كي نشوف حاجات نقول علاش ونلقاش بهذاك الاستياء نتاعي على خاطر سؤالك كطرف كي نشوف نقول مثلا تو نجبد لك على حاجات نقول علاش عملوا هكايا، والعقل اللي يخمم عاديا ككل مواطن وككل مفكر وككل مثقف وككل استاذ في جامعه الى اخره ما يلقالوش حل، يزيد يستاء اكثر ويزيد يتحير اكثر. تو نعطيك الامثله تو نعطيك الامثله، لكن معناتها هذه حاجه ومساج لخيالنا نتاع المجتمع المدني. اذا كان واحد اليوم ينشط في مجتمع مدني وهو متشائم يقعد في داره، التفاؤل ما عادش اختيار بالنسبه للمجتمع المدني والافراد النشأ، هو فرض اجباري علينا، سينو ما نجموش نقدموا. الشأن الثاني، انا افكتيمون كما قال سي جوهر لاحظنا ايضا تطور كبير في باب الحقوق والحريات. ونعقب زاد حتى على كلام سي نبيل وقت اللي يقول ايضا في المجال هذا فما تطور كبير وفما الحق في المجتمع المدني في كذا وكذا الى اخره، لكن محلاه الكلام اللي مكتوب على الوراق. وقت اللي تجي الارض الواقع وتلقى الناس نفسهم اللي قاعدين يخدموا على باب الحقوق والحريات قاعدين ينتهكوا بطريقة مباشرة ومكمنة للحقوق والحريات. قل لي كيفاش لالا مريم، قل لي كيفاش كيفاش يعطيك صح جماعية ناخذ ونحن ونشوفوا كيفاش ينقحوا في القوانين. معناتها تعرف أنت رجل السياسة يظهر لي سي نبيل هوني إذا كنت تحب توجعوا فما اللي تضربوا في راسه توجعوا، فما أما فما نقطة تنزل عليها الأسبوع تنزل عليها على البدن الكل توجع رجل السياسي هي الانتخابات. بطبيعة الوصول إلى السلطة تجي عبر الانتخابات. وبالتالي في المسار هذايا على حكاية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صارت العقبة الأولى والثانية والثالثة وجاوا في الأخر بالكل ونقحوا قانون. في القانون هذايا كي نقحوه يجيو مثلا الباب الطعون باش الناس تفهم شنو معناتها باب الطعون. معناتها صارت لك حاجه انت ريت فيها مثلا معناتها حاجه مش صحيحه تحب تشكي حقك، وهذا موجود في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه اللي تونس مصادقه عليه ومصاحبته في سنوات السبعين. ايش يقول؟ الناس جميعا سواء الناس جميعا سواء امام القضاء. انت معناتها ومن حق كل فرد ان يعطى من الوقت ومن التسهيلات من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه للاتصال بمحامي الدفاع الى اخره الى اخره. وقت اللي نجيو تعرف معناتها تلمت الناس هذه في وسط اللجنه هذه في وسط المجلس باش تصادق على التنقيح هذا ايش ردوا فيه باب الطعون؟ كان قبل ثلاثة ايام وبعد ردوه نهارين، توا ردوه نهار 24 ساعة 24 ساعة خرج القائمة خرجت يوم 30 ديسمبر مع 8:30 ولا 9 نتاع الليل. معناتها توفى ال 24 ساعة نهار 31 ديسمبر، الناس الكل تعرف شو معناتها 31 ديسمبر مع 8:30 ولا 9 نتاع الليل، ويلزمك تاخذ محامي رد التعقيب وعدل منفذ إلى آخره وتمشي للمجلس وتحط الواحد وكذا وكذا. هذايا الحق الأولاني اللي فيه انتهاك واضح للحقوق الاجتماعية المدنية إلى آخره، فما حق ثاني اللي وقع انتهاكه بمقتضى القانون هذايا اللي هو حق المواطنة. معناتها كي مواطن عادي ولا مجتمع مدني بما انه جاء في القانون هذا قال لك لا يا سيدي ما عندكش الحق انت تقدم لك قضيه، لك شكونك انت مجتمع مدني؟ انت برا قال المجتمع المدني بلاش ماشي بالك في الديمقراطيه، نحن برا خذ الدور امشي شوف لوجه ابا خلينا نكتبوا في الحقوق والحريات المجتمع المدني موجود ويعطيه الصح. خلينا كمان حاجه اخرى والحق الثالث والحق الثالث اللي وقع انتهاكه اللي هي حق المراه في التناصف مشاء تنحى الى ديسباري. خلينا نزيد مزيد لك اكثر من هكا، معاملوا ليست توا قائمه فيها 377 واحد ولا هما اللي حكينا عليهم 377 باش يصوت عليهم المجلس باش يخرج منهم تسعه ماناش ندخلوا في التفاصيل كيفاش، خاطر تو نقول لك كيفاش الليسته حاضره وعندنا حتى الاسامي نتاع التسعه اللي في الهيئه العليا المستقله للانتخابات المقبله، عندنا اساميهم التسعه لهنا وكان يطلعوا موش هما نتقابلوا نزيدوا نحكيوا في البلاتو هذا. باش نتقابلوا الجمعه الجايه سي معز انا من توا جو فولونس لانفيتاسيون باش تكون بحذانا الجمعه الجايه جوست معناتها اون دنيا ونحكيو ونرجعوا على ليزي على خاطر باش نعطي كلمه الختام. سامحني ميم با 30 سكوند حاجه برك، مثلا نعطيك مثال اصلا في شروط الترشح يجي ويقول لك معناتها ممنوع عدم تحمل اي مسؤوليه صلب الحكومه تقدم روحك والا تقلد منصب والي او كاتب عام كذا كذا كذا. اثنين هذوما نلقاهم في القائمه نلقاهم، تحب نعطيك الاسامي؟ ترى اعطيهم لنا سمعت نلقاهم كيما بار اكزومبل عندنا في يعني لقينا عندنا هوني في القائمه هذه والي ونلقاو كاتب الدوله في وزارة الخارجية اللي وقع إبعاده في المرحلة الأولى على أساس الجملة هذه من النص القانوني، نعاود نلقاوها موجودة في القضاة العدليين. ونلقاو أيضا وهذا أكثر خطورة نلقاو والي يحمل خطته توا في الوقت الحاضر
كان في جندوبه ومن بعد توزر ومن بعد توا في صفاقس حاليا، وحتى اصلا شاكين قلنا لا مستحيل فما غلطه من غلطه يا رسول الله مستحيل يا اخي نلقاو حتى تاريخ الميلاد هو نفسه. شنو معناتها؟ علاش قلت لك اختير هذه؟ على خاطر هي الهيئه العليا. شنو علاش عملناها الهيئه العليا المستقله للانتخابات؟ باش تمشي الانتخابات من تحت طايت وزاره الداخليه وتولي فعلا هيئه مستقله. انا جو لونس لانفيتاسيون الجمعه الجايه تكون بحذانا نهار الاثنين ونعاودوا نحكيوا على ليزي. شكرا ليك سي معاذ.